كل فريق وله لقبه، منهم اللي خده من شعاره أو اللي اكتسبه من جماهيره، وفي اللي خصومه لقبوه بلقب فجماهيره خدته وخلته مصدر فخر ليهم. لما تسمع كلمة سر أو لقب لازم يجي في بالك قصة ملحمية كانت سبب تلقيب فريق بلقب، لكن الحقيقة إن الواقع بيبقى أبسط من كده بكتير، وأحياناً بتكون مواقف عادية جداً سبب في اكتساب الفرق لألقابها، وده اللي هتعرفوه في سر اللقب. في الكرة عندنا نسور وأسود وفهود وأفاعي، لكن فالنسيا وحده بيتفرد بلقب الخفافيش. فالنسيا ليه أكتر من لقب، التارونجيس أو البرتقالي زي لون قميصهم، والفالنسيانس أو سكان فالنسيا المحليين، وفي كمان لقب اللوست تشي والخفافيش. اتفقنا إن أسرار تلقيب الفرق بألقابهم مش لازم تبقى ملحمة حربية، كل الحكاية إن سكان فالنسيا معروفين إنهم بيقطعوا كلام غيرهم كتير. كلمة تشي في الإسبانية زي هاي في الإنجليزي، ودي الكلمة اللي بيقطعوا بيها كلام بعض، يعني من الآخر لقب فالنسيا المقاطعين أو الناس اللي بتقاطع الناس في كلامهم. الصراحة اللقب ده لايق جدا على فالنسيا كمان كفريق متخصص في مقاطعة وتعطيل برشلونة وريال مدريد سنويا في طريق منافستهم على اللقب. وأخيرا لقب الخفافيش، سمعنا عن تحليق النسور وجسارة الفهود وشجاعة الأسود، لكن ليه فريق يبقى لقبه خفافيش؟ ما بيكسبوش غير بالليل مثلا؟ لا، في سنة 1238 ميلاديا غزا الملك جيمس منطقة أوراغون أو مدينة فالنسيا بمسمها الحالي. وقت دخوله المدينة حسب الرواية وقف خفاش على علم حملته، وده اللي اعتبره فأل حسن، فقرر يضيف خفاش للزراعين بتوع التمثال اللي بناه في المدينة. في تفسير تاني بيقول إن فالنسيا مدينة مليانة خفافيش أساساً، وده أوقع تفسير الحقيقة. الجميل بقى إن شركة دي سي كوميكس المشهورة جداً رفعت قضية ضد نادي فالنسيا سنة 2013 عشان يلغوا الخفاش من شعارهم بحجة إن ده شعار باتمان. طبعاً دي سي خسرت القضية، والسبب ببساطة إن فالنسيا تأسس سنة 1919، يعني قبل ظهور قصص باتمان بـ20 سنة.